حول هذا الموضوع معي من بيروت الكاتب والباحث السياسي الليبي سيد عبد الحكيم معتوق. أهلا بك سيد عبد الحكيم معنا على سكاي نيوز عربية. إذا سيد عبد الحكيم هناك تأكيدات الآن بترشح سيف الإسلام القذافي، شخصية الرجل مشهورة ومعروفة في هذا التوقيت، فقط يفصلنا أسابيع عن هذه الانتخابات الرئاسية الموعودة والمنتظرة بشكل كبير. كيف ترى عملية الترشح هذا لسيف الإسلام القذافي الآن سيد عبد الحكيم؟ لا الحقيقة فريقي السياسي لم يخفي رغبته في الترشح للانتخابات المزمعة إجراءها في 24 ديسمبر، وكان عقد العديد من المؤتمرات الصحفية وقام بسلسلة من الأنشطة التوعوية، لكن حقيقة الظهور الذي تم من خلال اللقاء الذي أجري مع السيد سيف الإسلام وعمر القذافي قبل بضعة أشهر مع صحيفة نيويورك تايمز هو الذي أعطى مؤشرا حقيقيا على رغبة الرجل في الترشح للانتخابات، والذي غدا حقيقة مطالبة شريحة كبيرة، حتى أكون صريحا مطالبة شريحة كبيرة من الشباب، وأنا على اطلاع بهذا وعلى اتصال لا سيما في مناطق الجنوب الليبي. طبعا مثل ما تفضلت حضرتك ماجد، ربما تظل هناك عقبة، هو روية بأن السيد سيف الإسلام معمر القذافي كان ينتوي تقديم أوراق ترشحه من خلال مفوضية في طرابلس، ولكنه طلب حماية، والمفوضية طبعا لا تملك حماية في ظل وجود ميليشيات لديها حسابات مع سيف القذافي، فلجوا إلى البعثة الأخرى يعني امتنعت عن توفير الحماية، فمضطر هو حسب مرافقين له أن يقدم أوراق ترشحه في المفوضية بسبها. وهنا من خلال خبركم تأكد خبر ترشح سيف الإسلام القذافي استنادا إلى القانون رقم 1 الذي اصدره البرلمان الليبي، والذي فتح مروحة لكل الأطياف السياسية الليبية بأن تخوض هذه العملية. طيب سيد عبد الحكيم، يعني المدرك في التاريخ الليبي والتغيرات التي حدثت، الرجل يحمل إرثا لنفسه ولوالده أيضا، لكن في نفس الوقت هناك حسابات إقليمية ودولية كبيرة داعمة للرجل بأنه وسطي، يعني ما بين الشرق وما بين الغرب، يعني معادلات كثيرة. ما حظوظ الرجل اليوم سيد عبد الحكيم في الفوز في هذه الانتخابات؟ يعني ماجد بقراءة سياسية واقعية، يعني الرجل أو الشاب إذا جاز التعبير كان يتطلع إلى إطلاق مشروع حضاري إصلاحي تنموي في ليبيا، ولكن للأسف الشديد أنت تعرف ماذا حصل. هو من جهة صدم بالحرس القديم، ومن جهة أخرى جاءت تلك الموجة العالية التي دمرت كل عواصمنا وأوطاننا، يعني وهو وغيره من الشباب كانوا ضحية نتيجة يعني فاتورة أراد الغرب أن يعني يأخذ أو يتلقى ثمنها من ربما سياسات النظام في مراحل معينة. ففي كل الأحوال يعني الرجل يتوفر على علاقات جيدة ولديه رصيد شعبي، يعني أنا حقيقة لا أقوم بدور الدعاية له، ربما سألتني إذا أردت أن تصوت له ربما أنا على المستوى الشخصي أقول لك لا، ولكن من خلال صبري للآراء ومن خلال اطلاعي ومن خلال اتصالاتي ومن خلال المعلومات التي توفرت لي، يعني إذا لم تكن هناك يعني موانع ولا سيما المتعلق بالجنايات الدولية، فسوف يكون سيف الإسلام معمر القذافي الأوفر حظا بالترشح. الأوفر حظا سيد عبد الحكيم تقول، لماذا هذا؟ يعني اليوم هناك شرق ليبي له يعني ولاءاته قياداته، هناك في طرابلس طبعا حكومة، ولكن هناك ميليشيات وموقف معقد، الكثير ربما يناوئون سيد سيف الإسلام القذافي، لكن الكثيرون يرى فيه حل. لماذا تعتقد أنه الأوفر حظا اليوم؟ ماجد الموضوع لم يعد يتعلق بالنسبية أو بالمزاجية أو بمثلا إذا تمت أحزاب سياسية وهي لا توجد، لأنها كلها جنينية نشأت بعد 2011، ولا يتعلق بمسألة الإرث. الموضوع يتعلق بالمرارات والعذابات التي حصلت والانتهاكات والإهدار للمال العام. الآن يا سيد ماجد الليبيون أصبحوا يفكرون بين عهدين،
حتى وبتلك المثالب وبتلك يعني ربما المآخذ، ولكن لا يمكن أن تقارن بين نظاما كان بمؤسساته وفوضى عارمة تتحكم فيها مجموعة من اللصوص، يعني نظام أوليغارشي يعني غابوي بكل معنى الكلمة ومستباح وتدخلات. يعني ليبيا لم تعد فيها لا ثورة ولا نظام، فيها يعني رقعة جغرافية يعني تتحرك فيها دوائر استخبارية من كل مكان. نعم. والشعب الليبي دائما هو الضحية يعني. طيب سيد عبد الحكيم، دعني أختم معك بهذا السؤال، الأطراف الإقليمية والدولية هل هي داعمة لسيد سيف الإسلام القذافي في هذه العملية؟ لأن الجميع يعرف بدون رغبة من المجتمع الدولي لن يصل أي شخص إلى سدة رئاسة في ليبيا، هل هو مدعوم؟ ما خارطة الدعم الموجودة اليوم له؟ ولا حقيقة ماجد، عندما تعود إلى مجموعة من المراجعات اللي حصلت منذ نهاية ولاية أوباما حتى ما قاله مرور ما قاله بيرلسكوني وأخيرا ما قاله ماكرو، يعني ترى بأن تم يعني خطأ كبير في حسابات الغرب عندما أسقط النظام والدولة وشرد الشعب. وهنا ربما أشير إلى المراجعة الأهم التي قامت بها الإدارة الروسية، لأن في فترة بوتين كان ميدفيديف هو الرئيس وبوتين رئيس الحكومة، لأن تغيرت المعطيات. أعتقد أن بوتين لديه رؤية مختلفة تماما للحالة الليبية، ويرى بأنه ربما لم يقم بدور كامل في المرحلة الأولى عندما أخذ مجلس الأمن قرارا بشأن إسقاط النظام، وفسر بأنه تجاوز للصلاحيات الممنوحة، هو كان حماية المدنيين ولكنه للأسف الشديد تحول إلى قتل المدنيين. فتمت كثير من التفسيرات والتحليلات والتبريرات والمراجعات مرة أخرى التي ربما تجعل من سيف الإسلام يعني يتمتع ويتوفر في هذه الظروف بنوع من الدعم الدولي الذي يمكنه من الترشح دون عقبات تحول. نعم. دون ذلك يعني. من بيروت الكاتب والباحث السياسي الليبي سيد عبد الحكيم معتوق، شكرا جزيلا لك.